في دراسة حديثة خطيرة جدا الحقيقة، لو صدقوا بما فيها أو صدقت المخاطر اللي فيها، بتقولك إن في مخاطر من انهيار سد النهضة، والمخاطر دي طبعا أول من هيشعر بيها السودان وبعدها مصر. طب إيه اللي جاب في دماغكم الحاجة دي؟ قالك اكتشفوا إن في هبوط موجود في موقع المشروع، وبدأ يبقى فيه شكوك متعلقة بأمان السد. موضوع الهبوط وموضوع الانهيار الجزئي في سد النهضة دي مش أول مرة نسمع عنه ولا أول مرة نتكلم عنه، وكنا من فترة استضفنا خبير السدود وكان شرح لنا إن ممكن وعشان كده أثيوبيا غيرت من الخطة اللي كانت عاملاها بخصوص الملء واكتفوا برقم معين، مع إن كان المفروض يكون أضعاف هذا الرقم. لكن المرة دي الدراسة مصر اللي عاملها، فريق بحثي من وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي برضو اللي لسه بنتكلم عنه، والدكتور عمرو فوزي وده أحد الموجودين في قطاع حماية النيل في وزارة الري، وأربعة من الباحثين في جامعات وهيئات دولية مختلفة. الدراسة بتاعتهم بتقول إن عندنا 109 مشاهد رأسية اتخذت لسد النهضة من ديسمبر 2016 لغاية يوليو 2021، استخدموا فيها تقنية الأشعة الرادارية أو السلسلة الزمنية، ودي بتعمل أو بتظهر لهم بعد تحليل إشارات من مختلف جهات مختلفة وفي أقسام مختلفة من سد النهضة، وخصوصا في الجسم الخرساني. بيانات طبعا كتيرة وأرقام كتيرة وتقنيات استخدموها عند موقع السد، والدراسات دي والمشاهد دي وضحت زي ما انتوا شايفينها معانا على الشاشة ان في هبوط، وهبوط مش متناسب في اطراف السد الرئيسي وخصوصا الجانب الغربي من السد. وقالوا كمان ان في نزوح متفاوت ما بين 10 ملي و90 ملي من اعلى السد.